شهدت الليلة الافتتاحية منح جائزة الإبداع 2016 التي تقدمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالتعاون مع غلف كابيتال، والتي حصلت عليها جمانة الهاشمي طالبة تصميم الجرافيك بجامعة زايد في دبي عن عملها الفني المعروض ضمن أعمال التكليف الحصري في معرض إمارات الرؤى. ويجمع هذا العمل الفني ملامح جريئة تمزج بين الجمالية والبساطة بطريقة تعكس الفن والتصميم الحركي العربي المعاصر.